دكتور أشرف علم الدين المسؤول التسويق والإدارة في المنتجع السياحي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مظبوط؟ حضرتك ممكن تكلمني عن هذا المنتجع؟ أوي حضرتك جيت المكان الصحيح. إحنا هنا أول منتجع صحي في الشرق الأوسط بيقدم مفهوم جديد للحياة الصحية. يعني إيه مفهوم جديد للحياة الصحية؟ يعني إن في إنسان عنده توازن ما بين الجمال، ما بين الجسد، ما بين الروح، ما بين العقل. بمعنى ان اي حد عندنا كلنا ضغوط حياه بنحتاج ان احنا نبعد عن كل المشاكل اللي بتواجهنا. ايه هي المشاكل اللي بتواجهنا؟ عندنا خمس اجزاء في المنتجع. المنتجع الاول على مساحه 6000 متر مربع، 3000 متر في الدور الارضي و3000 متر في الدور الفوقاني. بنقدم خمس خدمات. الخدمه الاولانيه هي خدمه العلاج الطبيعي للمرضى اللي هم بيروحوا يسافروا بره يتعالجوا في المانيا او في اي دوله اوروبيه. احنا جبنا لهم اوروبا هنا، جبنا لهم خبراء الاوروبيين. الفرق طبعا الاسعار، طبعا مع الفرق في الاسعار طبعا. بنقدم خبراء الاوروبيين جبناهم هنا بكل الاجهزه الالمانيه اللي موجوده بره، وهنشوف دلوقتي هنصور الحاجات دي. بيهمنا فيهم ان احنا نقدم خدمه للمريض المصري مش موجوده، ونقلل سفر المريض ده لاي دوله بره، وبالتالي بوفر عمره صعبه، وفي نفس الوقت بقدم وبنجذب برضه السياحه الخارجيه. السياحه الخارجيه بالظبط، لان السياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه ليه؟ لان احنا النهارده خمسه، احنا بينا دقائق بينا وبين مطار برج العرب، وبالتالي انا كل اي حد بيحتاج يجي لي من اي دوله خليجيه، اي دوله عربيه، احنا مرحبين بيه. مش بس كده، عندنا كمان الجزء الخاص بينا وبين القاهره. النهارده قليل الصحراوي حوالي ساعه ونص يكون عندي، كمان بيني وبين اسكندريه حوالي 20 دقيقه تقريبا، بيني وبين مكتبه اسكندريه حوالي 20 دقيقه. المكان هنا فيه خصوصيه، بمعنى ان انا لو حد جاي محتاج يعمل علاج طبيعي، ممكن يكون العائله عنده في ناس منهم عايزين يعملوا، زوجته مثلا او اخته او حد عايز يعمل حاجه خاصه بالتجميل. التجميل ده بيبقى بينقسم قسمين، جزء خاص بالمشاكل الوش والواجهه ومكافحه تقدم علامات تقدم السن اللي كل الستات بتحبها. مش بس كده، كمان بيحتاج كمان الناس اللي هم عندهم مشاكل في وحمة او مشكلة او بعد العمليات الجراحية بيبقى فيه نقط سوداء او حاجات كده في الوش. بنعمل كل ما يختص، بندي اقنعة خاصة بالاكسجين، بنعمل حاجات انتي اوكسيدنت، كل ده بدون مضادة للاكسدة. كل ده بدون جراحة؟ ده كل ده بدون جراحة. ده الجزء الخاص بالبيوتي او التجميل. الجزء الخاص بالنيوتريشن، احنا عندنا اول مطعم صحي موجود في الشرق الاوسط بمطبخ صحي. عندنا اخصائيين تغذية بيقدموا اكل صحي بحيث ان الحياة تبقى صحية. مش بس كده، بنكمل ده بالجزء الجيم او التدريبات البدنية، وكمان بنكمل ده بالجزء الخاص بكل ما يتعلق بالرياضة البدنية اللي الإنسان محتاج يعملها. تمام؟ يبقى عندنا الجزء الرياضة البدنية اللي بيعملوها بقى في صورة انترتينمنت، اللي هي السبا، اللي هو الجزء الخاص بالمية، متعة استخدام المية. الناس اللي هي عايزة تعمل مساج، اللي عايزة تعمل ساونا، اللي عايزة تعمل بخار، اللي عايزة تعمل كل ما يتعلق بالاستمتاع بالمية. دكتور، في جملة أخيرة، رسالة إلى الشعب المصري خاصة والشعب العربي والخارجي، تقول له إيه في المنتجع ده؟ أقول له تعالى مصر، تعالى بريميديون. بريميديون أول منتجع صحي في الشرق الأوسط بيجمع بين الخمس حاجات اللي كلمت حضرتك عليها. بريميديون أول حاجة زي كده تتعمل في الوطن العربي. بريميديون ليه 40 فرع حول العالم ومركزه هامبورغ في ألمانيا، دلوقتي بقى في مصر. تعالوا زورونا هتشوفوا قد ايه حياتكم اتغيرت. اشكرك يا دكتور.